إلى قطاع السكن الآن، حيث كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي أن تسليم مقررات التخصيص المسبق لمكتتبي 2001 و2002 سيكون ابتداء من 8 فبراير المقبل. أضاف بلعريبي أن كل التحضيرات اللوجستيكية مسخرة لاستقبال أزيد من 1000 مكتتب يوميا. مزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زيدي. يعني مقررات التخصيص المسبقة لمكتتبين 2001 و2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013، معالي وزير السكن والعمران والمدينة قد وعد أنه يوم 8 فبراير راح يكون تكون تنطلق العملية، وحنا متمسكين بهذا الموعد، وحنا في الآن في نهاية يعني انتهاء من فيناليزي طول لا لوجيستيك، لانه عدد المكتتبين مهم جدا، وليكون تما باش لازم يكون الاستقبال تاعهم في ظروف جيده. براتيكمون تيرميني لا بريباراسيون دي لوجيستيك. المقررات الان لايتي امبريمي، يعني قمنا بنسخ المقررات، وتقريبا راح يتم استدعاء من 1000 الى 1500 مكتتب في الاسبوع. هذا هو بخصوص المرسوم المعدل الذي صدر في الجريدة الرسمية يحدد دفع 25%. قال بلعريبي أن القيمة الإجمالية للمسكن لا تتغير، والمكتتب سيعرف الموقع والعمارة من خلال تسليم مقررات التخصيص لتليها تسليم المفاتيح الذي يلزم المكتتب بدفع 5%. قمنا بهذه العملية لأنه الآن ما يخفاش عليكم أنه راح نسلم مخصصات قبل المخصصات الاستفاده، وهذا المخصص راح يعني اون فا ايدونتيفي لو لوجمون لو سوسكريبتور، يعني لو سوسكريبتور راح يكون راح يعرف الموقع، راح يعرف العماره، وراح يعرف رقم الشقه الذي راح يكون فيها، وهذا بمثابه يعني عقد. يعني لهذا في حين نسلم هذه المقررات راح تكون هناك ان اوردفيرسمون دو 5%، وعند لا روميز دي كلي عندما نضع نسلم المفاتيح راح تكون ان اوردفيرسمون تاع 5%. وفي رده على سؤال يتعلق بتسليم المفاتيح لمكتتبي 2013، أكد بلعريبي أن استلامها سيكون السنة الجارية كولاية خنشلة التي انتهت بها الأشغال وغيرها كذلك من الولايات. المزيد في ميكروفون عادل زيدي. فيه ولايات من المكتتبين 2013 رايحين يستلموا مفاتيح نتاعهم في 2016. نذكر على سبيل المثال فقط ولاية خنشلة، وين الاشغال يعني متقدمه بطريقه يعني جيده جدا، وحنا الان في غضض القيام ببدايه الاعمال في لي في ار دي، لانه العمارات انتهينا منها، وان شاء الله في 2016 راح نقوم بتسليم المفاتيح، ما راحش نقوم بتسليم مقررات ما قبل التخصيص لمكتتبي 2013. فيه بعض الولايات اللي نفس تتمثل في نفس الشيء في كما ولايه خنشله. الطريقه يعني اللي تعاملنا بها مع مكتتبي 2001 و2002 راح نتعامل بها مع مكتتبي 2013.